أخبار اليوم. مايو 1964 الساعة الثانية إلا الثلث ظهرا تم غلق مجرى نهر النيل نهائيا وتحويل المياه إلى القناة الأمامية بالسد العالي بطول 1950 مترا أعظم مشروع مائي شهده القرن الماضي. والآن وبعد مرور 51 عام نحتفل بذكرى تحويل نهر النيل لسجمان بناء السد ومحافظة أسوان. يعني إذا إحنا معدل رصيد فرض المياه يتناقص، يتناقص تحديا بشكل زائد تعدينا على المجرى المائي والمياه الجوفية، وبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا وعي كامل في المجتمع وتكاتف بين الهيئات والمنظمات والجمعيات والمراكز الشخصية وحراسة كاملة، الحقيقة إن إحنا طبعا إحنا كلنا حراسة. ثالث حاجة هي تنمية الموارد بالتعاون مع دول طبيعية، دي المحاور الرئيسية اللي احنا بنحافظ عليها. طب بتطلب ان احنا نحافظ على هذه او ان احنا نفعل هذه المحاور الثلاثة نتغلب على كثير من المشاكل التنفيذية. الوزارة عدت استراتيجية بهدف الحفاظ على الأمن المائي المصري في المستقبل بالتكامل مع الاستراتيجيات للوزارات الاخرى زي وزاره الزراعه والاسكان وباقي الوزارات المحليه. في سته محاور اساسيه الوزاره بتعمل فيها حاليا بقطاعاتها وهيئاتها المختلفه وجناحها البحثي المتمثل في المركز القومي للبحوث المائيه. الست محاور دي هي تنمية الموارد التقليدية وغير التقليدية، طبعا التقليدية معروفة اللي هي الصحية أو الجوفية، غير التقليدية مياه السيول كحصاد، تحلية المياه البحر، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، اللي طبعا حضرتك عارفين ملوث بصرف صحي وصرف صناعي، وبنحاول جاهدين حاليا بالتعاون مع بقية الوزارات المعنية إحنا نحد من هذا التلوث عشان نعظم الاستخدام، لأن عندي فجوة كبيرة جدا بين ما هو متاح وهو مطلوب مني عشان احقق المطلوب لكل قطاعات الاستهلاك المختلفة، فبعيد استخدام مياه الصرف الزراعي ويمكن بعضها بيستخدم اكثر. نحاول ان احنا نخلي النهر ده ملك لكل الناس. ملك لكل الناس ازاي؟ ان احنا نفكر في فكرة بسيطة ممكن تتنفذ. الفكرة البسيطة ايه؟ ان احنا نعمل ممر بسيط بعرض متر بعرض 2 متر الناس تستعمله العجل على حرم النهر، وبالتالي لما بنقول الناس تبقى هم حراس النهر هيحموا النهر سواء في ظروف استثنائيه هو العك اللي حصل في النهر دوت في الاربع خمس سنين اللي هم اللي كان فيهم ظروف استثنائيه. لو انا خلقت الملكيه والاونر شيب بتاعت الشعب كله يبقى حاسس ان النهر ده ملكه وبيستفيد منه هو اللي هيحمي النهر، مش الدوله موجوده او الشرطه ضعيفه او الوزاره ضعيفه او الحكومه ضعيفه، لا احنا عايزين كلنا عمليه مستمره ونحمي النهر. الافكار بسيطه يعني ده مثلا احد الانهار عاملين ممر بسيط، طب احنا لو عملنا ممر زي دوت بطول من اسوان لاسكندريه 1000 كيلو حلمت برضه. يعني ايه المانع ان احنا من باب التعاون مع دول افريقيا ان انا ازرع 250,000 فدان في كل دوله من دول حوض النيل، ازرعهم بالحبوب الاستراتيجيه زي القمح زي الرز زي الشعير بقوليات، تمام، واعمل مصنعين، مصنع لتعبئه وتغليف الحبوب ديت الاستراتيجيه ديت ومصنع تاني لتعبئه وتغليف اللحوم على اساس ان هم طبعا عندهم وفره جديده جدا. من باب الحلم يبقى نص العماله دي من المصريين ونص العماله ثانيه من الدول الافريقيه، وهيبقى عندي تقريبا من الدول دي بس ما يقرب من حوالي، لان هم على ما اتذكر هم 8 أو 9 دول دول حوض النيل او 10. طب كويس، يعني بنتكلم لو احنا زرعنا كده 250,000 فدان يعني ده لازم مهما كانت التكلفه في الاول صعبه بس لازم نفكر فيها. دي حلم به ابني عبد الله المغازي، لاني بعتبر انه هذا انتقال من احلام ابناء ثوره 19 وثوره يوليو لاحلام ابناء ثوره 25 يناير و30 يونيو. الحفاظ على جوده ميه النيل والتلوث نتيجه استخدام مصادر
دول عاملين حقيقه يعني بيديهم الاولويه الاولى في اهتمامات او وظيفه هيئه النجم. بالنسبه للكميات احنا بنشتغل على ما يتوافر من مياه النيل لأمراض الري او الشرب من خلال البيانات اللي بتجينا من وزاره الري بنختبر بها الشركات، وبالتالي هو ده المسلوب اللي احنا بنتعامل فيه او بنوجه فيه الشركات عشان تتعامل فيه. لو الميه زياده يقدر يزود حمولته، لو الميه فيها نقص شويه بيقدر يقلل حمولته، والنقل النهري المرن كوحدات نهريه في موضوع الغاطس يقدر يقلل ويزود الحموله لو فيها مشاكل في النقل. هي بعض الاحيان قد تكون مش اقتصاديه، ولكن احنا دايما بنتكلم مع زمايلنا اللي بينقلوا او اصحاب الوحدات بنقول له الفتره اللي هي مناسيب قليله تبقى الحموله اقل، ولكن تقدر تعوض الكميه ديت في الفترات اللي بتبقى فيها ميه عاليه، وبالتالي تقدر تدي كميه بضاعه اكبر تعوض خسائرك على مدار العام.